خلينا بس الأول قبل برضو ما نكمل كلامنا، خلينا نروح لواحد من النجوم الكبار أيضا في المباراة وفي النادي الأهلي، النجم كابتن إبراهيم المصري نجم النادي الأهلي ولاعب فريق كرة اليد في النادي الأهلي. يا كابتن إبراهيم ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك يا كريستيانو، ربنا يخليك، ألف مبروك علينا جميعا وعلى مجلس الإدارة وعلى جميع النادي. كابتن ابراهيم، الحقيقه النهارده كانت الامور صعبه، احنا ما اتفرجناش على المباراه غير في يعني لقطات قليله جدا، ولكن في النهايه كل جمهور النادي الاهلي 70 80 مليون اهلاوي النهارده كان بيتابع وبشغف كبير جدا جدا هذه المباراه. قبل المباراه الحقيقه كابتن ابراهيم برضو ومهم جدا ان انا اسالك هذا السؤال، قبل المباراه احنا ما خدناش الدوري ما خدناش الكاس، ولكن قدرت تكسب هذه البطولة السوبر اللي هي الأهم من وجهة نظرنا كأهلوية عشان تودينا لكأس العالم. عملتوا كده إزاي في ظل حالة من المعنويات اللي من المفترض إن هي تكون قليلة؟ بص، أولاً طبعاً أنا بذكر كان فرقة رجالة زي ما حضرتك قلت، إحنا خسرنا الدوري والكأس وده مش طبيعي على النادي الأهلي. نعم. احنا خسرنا الدوري الكاس يعني، بس كسبنا قبلها بطوله دوري ابطال الكؤوس في اول السنه برضه، الناس ممكن تفتكرها. احنا حاملين لقب دوري ابطال افريقيا للكؤوس. ايوه. دي بطوله كانت مهمه في اول السنه. احنا طبعا فريق زي ما الناس كلها عارفه، فريق جديد بيضم تقريبا يعني اعتقد يعني 70 75% منه عناصر شابه، كلهم مواليد 98 و2000. ايوه. بدانا نبني فرقه جديده من السنه اللي فاتت. وصعب ان انت زي ما كده حضرتك عارف، صعب ان انت تبني فرقه وتاخد بطولات. السنه اللي فاتت نجحنا ان احنا نتوج كاس مصر، كان الزمالك خد الدوري واحنا خدنا كاس مصر. السنه دي بدانا الموسم ببدايه ممتازه، كسبنا دوري ابطال الكؤوس في المغرب. بعدين حصل لنا تعثر نتيجه طبعا قله خبرات ونتيجه ظروف معينه، يعني خسرنا الكاس وخسرنا الدوري، حاجه طبعا جديده على النادي الاهلي. يعني انا النادي الاهلي بقى لي تقريبا 12 سنه أول مرة أخسر دوري وكأس مع بعض. يعني النادي طبعا معروف إن هو المركز الأول في أي فرقة أو أي لعبة. نعم. الظروف كانت صعبة زي ما حضرتك بتقول، بس إحنا قدرنا كلاعيبة كبيرة إن إحنا نلم الدنيا، وزي ما بقول لك دي يعني تقريبا دي أهم بطولة في الموسم كله، يعني هي المؤهلة للسوبر جلوب في السعودية، كأس عالم أندية. فالحمد لله قدرنا نركز في الوقت المناسب. وطبعا برضو بحب أشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري، الناس دي قامت بمجهود جبار عشان ترجع لعيبة نفسية زي الاول. زي ما بقول لك لعيبه كتير صغيره جدا قليله الخبره، فمش مش مسهل خالص ان فرقه تضم عناصر كتير شابه تحصل تعثر في على مدار الموسم، يخسر دوري وكاس وتقدر تفوقهم وان هم يلعبوا اهم بطوله في الموسم اللي هي سوبر المؤهله للسوبر الدوكتور. دي حاجه طبعا انا بحسبها للجهاز الفني والطبي والاداري، فدي حاجه ممتازه. واللاعبين طبعا يا كابتن ابراهيم، الحقيقه زي ما بقول لك في ظل يعني برضه عايز اسالك كابتن، لان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، موضوع الجمهور. يعني جمهور النادي الاهلي على الرغم من يعني ان ما خدناش الدوري وما خدناش الكاس، ولكن ثقه جمهور النادي الاهلي في مجموعه الشباب ومجموعه الخبرات اللي موجوده في الفريق اعتقد كانت حافز كبير جدا ليكوا كابتن النهارده في اللي احنا سمعناه، ان انتوا عملتوا مباراه كبيره جدا جدا. بص النهارده يعني انا لعبت بطولات كتيره سواء مع النادي او المنتخب، فعلا ماتش النهارده ملحمه فعلا، يعني انا من الماتشات القليله اللي انا ممكن افتكرها طوال مسيرتي، يعني رغم ان انا لعبت ماتشات كتيره سواء على مستوى المنتخب او الاهلي. الظروف صعبه جدا، بنلعب درجه حراره عاليه. انا يعني انا مثلا شخصيا مغير 3 تيشيرتات، يعني صعب جدا في على ارض الملعب. الارض مش دي احسن ارض، يعني مش دي احسن، يعني هي تقريبا مش مخصصه للهاندبول، يعني الصاله بتزحلق جدا. فالظروف صعبه جدا ان مجموعه الشباب دي فعلا تتكاتف ويبقوا على قلب رجل واحد ويقدروا يسيبوا فريق يعني فريق الزمالك واحد من اقوى واهم الفرق الحقيقه اللي موجوده في مصر وفي افريقيا. بيضم يعني انا عايز اقول لك ان انا في المنتخب، انا الناس دي كلها معايا في المنتخب طبعا، بيضم عناصر قويه جدا، خبرات كبيره جدا، لعيبه ممتازه. فلا فريق طبعا محترم ولازم احنا نحترمه. الخطه دي طبعا ما تقللش منهم خالص، فعلا فريق كويس جدا. فموضوع الجمهور انا بعتذر لهم شخصيا طبعا على خطر السنه دي، زي ما قلت لك انا بقالي 12 سنه في الاهلي مثلا، عمري ما كان في موسم ان انا اخسر دوري وكاس. ف حاجه جديده علينا وعلى الجمهور، ف يستحملنا ويثق فينا ويدعمنا في اهم بطوله في الموسم دي، طبعا حاجه جدا.
نعم. انا مش متابع السوشيال ميديا قوي، بس في ناس متابعه بيوصلوا لنا الدعم. يعني انا دايما الناس بتكلمنا، سواء كابتن خالد العوضي، كابتن ياسر لبيب، الناس دي دايما بتوصل لنا دعم الجمهور، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نثبتهم النهارده في اهم بطوله الموسم الحمد لله. كابتن ابراهيم، اعتقد ان انت تفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك، وان انت تفوز بهذه البطوله، وان انت تصعد الى كاس العالم للانديه، اعتقد ان ده حافز كبير لما هو قادم، سواء البطوله الافريقيه اللي حضراتكم هتلعبوا فيها، او بعد العوده ان شاء الله بدايه الدوري. دوري جديد يعني. طبعا زي ما قلت لك الجيل ده فيه عناصر كتير جدا من 98 و2000، ومعانا مهاب 2002، فعناصر كتيره جدا صغيره، فان هي تلعب في السن ده بطوله كبيره زي السوبر جلوب في كاس العالم الانديه في السعوديه، اكيد هتفرق معاهم في الكارير بتاعهم بعد كده. الموضوع ده هتديهم ثقه. يعني انا مثلا لعبت كاس العالم مرتين انديه، فانا يعني انا دايما بشتاق ان اروح كاس العالم انديه. انت بتلعب بطل اوروبا، بيبقى ليفل تاني خالص، فانت كلعيب بتتبسط جدا وانت رايح كاس العالم انديه. زي ما بيقولوا كده، اللي هيروح مره اكيد مش نفسه دايما يروح بعد كده على طول، ولا حتى ممكن ان هم يروحوا في البطولات الجايه يعني. كابتن ابراهيم، دور المدير الفني، يعني الراجل ما بقالوش اسبوعين ثلاثه، ولكن من الواضح ان له دور في بعض التكتكس اللي موجوده في الملعب، في الناحيه النفسيه مع بعض اللاعبين. بص، الراجل المدرب داني ده مدرب فعلا، يعني انا وعصرت كتير قوي سواء اجانب او مصريين، الراجل ده متميز على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي وعلى مستوى المعاملات مع اللعيبه. الموضوع هو مدرسه اسبانيه، واحنا في المنتخب يعني بنتابع برضه نفس المدرسه الاسبانيه. هي المدرسه الاسبانيه دلوقتي يعني رائده في العالم كله، المنتخب حتى مدرسه اسبانيه، الزمالك مدرسه اسبانيه، كل العالم دلوقتي بقى مدرسه اسبانيه. فانت اللي عملت ان انت وكيت العالم، فهو جه طبعا باسم الاسباني بتاعه، فقدرنا طبعا عمل معجزه. يعني شايف ان هي معجزه، يعني هو ما هو حضر معانا فتره اعداد ولا حضر معانا اي حاجه، ونوصل بالنظام ده والتكتيك ده في الملعب، ده معجزه. الراجل بالظبط، يعني انا تقريبا هو اتمرن معانا 6 تمارين، فحاجه طبعا انا هي اشبه بالمعجزه اللي الراجل ده عمله. بس فعلا الراجل يعني انا بشهد له بالكفاءه يعني. وبلس طبعا كان معانا 2 محترفين النهارده قدوا دور يعني كويس جدا في الجيم، سواء اكاسيو او كابوتيه، ف يعني انا بشكرهم طبعا ونتواجدوا معانا في البطولات الجايه. ألف مبروك يا كابتن إبراهيم، وإن شاء الله نبقى معاكم طول الأسبوعين ثلاثة اللي جايين، لغاية إن شاء الله انتهاء البطولة الإفريقية، علشان إن شاء الله إن شاء الله نهنئكم بهذه البطولة. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن إبراهيم.